انه مثل ما قلت نهى ومحمد ما راح يكون معنا اليوم، بس معانا ضيوف مميزين حياكم الله ويانا، راح تقدمون معنا الحلقه على فكره. الله بدال محمد ونهى مو هني، خلينا نستغل الوضع. خلينا نعرف الشباب عليكم اول في البدايه. انت وهم الثلاثه طبعا اكيد وصل لكم افلام كويتيه موجوده على نسخ دي في دي اللي هي بلان بي. هذول الابطال هم هذول الشباب هم اللي اشتغلوا. خل نرحب فيكم في البدايه، نبدي في حسن العبدال. الله يسلمك ها؟ الله يسلمك، مشكورين طبعا. انا اشكر قناه الراي على استضافتهم الطيبه واهتمامهم بالشباب المبدع الكويتي ويعطيكم العافيه. علي يونس طبعا انا كنت المصور الفيلم وهم ساعدت المخرج في المونتاج. والممثل انت الممثل الكبير، لو ما انت كان ما كانوا اتوقع موجودين اكيد، وانت واللي معك اكيد كانوا. لا اكيد جهود الشباب كانت طيبه ويانا. انا اسمي حامد العريان، انا كنت احد الممثلين في بالفيلم، وكنت مساعد المخرج ببعض الاماكن بالتصوير واداء الممثلين. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو كليب، لكن انا مستانس فعلا بالضيوف اللي معي. الله يسلمك. عمل بلان بي وصل لمستوى راقي، يعني نسخه دي في دي وسبيشال فيتشرز وبونس وميكنج اوف حاطين فيه، وحتى افكت داخلين في موضوع الافكت في موضوع التصوير وال3 دي. كلمونا عن التقنيه اللي قاعد تستخدمونها في هذا الموضوع. بالنسبه حق الجرافيكس؟ حق الجرافيك اللي قاعد تستخدمونه في البلان بي. طبعا الجرافيكس احنا استعنا في احد الاصدقاء يعني من جامعه الكويت يدرس قسم الهندسه. بس هو هم هاوي في الجانب الجرافيكس. ما شاء الله عليه وايد شاطر في التصميم. قلنا له الفكره في البدايه، احنا شفنا اول شيء مهارته في تنفيذ الجرافيكس خاصه 3 دي يعني. فقلنا له الفكره، عندنا فكره كذي، نبي نحط تطلع صوره ويطلع الجهاز وتدور كره ارضيه، عرفت شلون؟ قال مو مشكله. ومهم شنو مشكلته؟ انه مو مجرب انه يسوي ميكس بين الكابتشر فيديو مع الجرافيكس اللي راح يدخله على بعض. هو يدخل جرافيكس و3 دي ومع بعض كله يحطهم مع بعض مو مشكله، بس عنده لما يدخل صوره الكاميرا الفيديو نفسها هذه شويه يعني كانت تسبب له مشكله. بس احنا اصلا ما توقعنا هم يطلع بهذا الكواليتي وهذا يعني هالقوه. هم يعني حتى هو نفسه مو راضي على شغله هذا، يقول في احسن في احسن يعني. انزين، على طول انه مو راضي عن شغله، دائما الواحد اذا يحب انه يبدع ولما يخلص شغله يطالعه يحس انه في اشياء ناقصه. العمل الجاي بعد بلان بي اللي عرفت انه قاعد تذهبون حق شيء جديد، كلمونا شوي ايش قاعد تذهبون؟ ناس ناطره منكم. يعني اخر فيلمين احنا سويناهم على ستايل اكشن كوميدي، يعني حابين نغير في يعني في الفيلم الجاي. يعني في مقترح انه يكون سكيري موفي، يعني يكون شيء رعب. طبعا يعني احنا بطبيعتنا ما نستغنى على الكوميديا يعني، فراح يكون رعب كوميديا يعني شيء كذي يعني. بس القصه يعني للحين ما اتفقنا ان هذه الفكره ولا هذه القصه ولا هذه القصه، لكن الشكل العام مال الفيلم راح يكون زين. يعني انتم يعني محتاجين دعم ولا مرتاحين انتم كشباب قاعد تشتغلون وبعمل بسيط وهذا كافي؟ يعني انا افتكر اكيد طبعا ما في واحد يستغني عن الدعم، يعني خاصه الدعم المعنوي او الدعم المادي. يعني احنا نحتاج نشتري معدات، يعني احنا وصلنا الى مرحله اللي يعني خلاص من بعد هالنقطة هذه لازم نطور من ناحية المعدات، من ناحية مثلا الأجهزة اللي نبي نشتريها ونستخدمها، الكاميرا أفضل، إضاءة، مايك، عشان إن نعطي كواليتي أكثر حق الصورة. أنا أفتكر يعني على سالفة الدعم، يعني إحنا عندنا هذا بلان بي، هذا طبعا ما انتشر يعني إن كنا نبيعه يعني مثلا بمحلات ولا شيء. يعني كل ما هنالك ان المبلغ كنا نبيعه يعني ننسخ ونسوي له كفر ودي في دي نفس ما هو موجود الحين. كنا نبيعه حق الاصدقاء وحق الشباب، حق الاهل، مثلا واحد من مثلا ولد عمي يقول عطني مثلا 20 نسخه بوزعها على ربعي بالدوام كدعم، يعني بمبلغ مادي ممكن نستفيد منه حق الاعمال الجايه. بس احنا نتمنى ان احد يعني مثلا يقول والله انا ادعمكم، حتى لو رعايه مثلا من احدى الشركات ولا احدى الجهات. يعني احنا طبعا نشكر صراحه تلفزيون الراي يعني انه اعطانا هالفرصه ان نوصل صوتنا حق الجهات اللي ممكن تدعمنا. يعني كل الدعم راح تلقونه ان شاء الله من الراي ومن رايكم شباب تحديدا، لان قاعد ندور فعلا طاقات الشباب. بس برجع حق حامد، الموضوع انتم كهوايه مو ناس اكاديميين دارسين الموضوع.
انت داش في مجال تمثيل ما فكرت ان مر المرات تدش دوره خاصه في التمثيل عشان تصقل هذه الموهبه بنوع من الدراسه شويه والله حاليا انا ما راح اقدر يعني بالعكس ودي بس ما اقدر لان انا الحين طالب وكذي فعندي طالب وين شنو تدرس بالضبط ادرس اداره اعمال بس على فكره الدراسه ما تعرفنا كل واحد فيكم طلبه صح ولا لا اغلبكم طلبه انت قلت لي انك تدرس وين في الكليه الاستراليه في الكليه الاستراليه وحسن انا جامعه الكويت انا توني صار لي سنه متخرج من الولايات المتحده هندسه كهربائيه تفرغت الحين للاعمال السينمائيه ان شاء الله